تصفيقات الجمهور لإنقاذ الموقف. الشرفي نور الدين يضطر إلى الخروج عن مرماه بحوالي 15 متر، كرة طويلة اتجاه بن صالح في التماس من لصالح فريق أولمبي شلف. الوقت الرسمي انتهى والحكم يحتسب في هذه الأثناء الوقت لتوقف فيه المقابلة. بين ما بين لاعبي الوسط طليس بن علي نصف وتبادل كروي، والحكم سيد مسعود كوسا يشير الى مواصله اللعب مع كره طويله من اي طاهر، وفرصه لان ضيع الكره اللاعب عاشور اظن، واماوش يسجل هدف في اللحظات الاخيره. حقيقه يفاجئ اماوش هنا الدفاع بغلطه كبيره ارتكبها الدفاع، والمدافع الاوسط اللي ترك المجال لاماوش باش ينطلق وحده لانه ضيع الكره نتاعو، وسمح لاماوش باش يراوغ الحارس الشرفي نور الدين ويسجل بذلك الهدف في الدقيقه الاخيره او الثواني الاخيره من المقابله في وقتها الضائع. نقدر نقول في الوقت اللي كان الحكم سيد كوسا يحتسب في الوقت الضائع، نشوف الاعاده، واماوش سريع جدا يراوغ الحارس ويسجل بكل سهوله اول هدف للمقابلة وهدف وحيد لحد الآن ولصالح شبيبة القبائل، ويفاجئ بذلك أموج الحارس الشرفي نور الدين ودفاعه بعد الخطأ الذي ارتكب على مستوى خط دفاع فريق أولمبي شلف. ربما نقص التجربة هنا يبين بوضوح عدم التركيز والمراقبة نتاع الكرة كما ينبغي، وكذلك مراقبة المهاجمين، الشيء اللي يسمح للاعب سريع كما أموج باش ينتهز الفرصة ويسجل الهدف مراوغا بذلك الحارس الشرفي نور الدين. وهدف جميل من امضاء عبد الحكيم اماوش 20 سنه رقم 9 قلب هجوم شبيبة القبائل، واللي لعب في هذا المركز بعد خروج حاج عدلان المصاب. واماوش كذلك يعتبر هداف من الهدافين، شوف كيفاش الكره تضيع من المدافع عاشور ويستغلها اماوش ويسجل هدف جميل فعلا بعد مراوغه الحارس رغم المجهودات الكبيره اللي بذلوها العناصر تاع اولمبي شلف، وكانوا واقفين ند للند واللعب متكافئ ما بين الطرفين. ما نقدرش نقول ان هناك تفوق تاع شبيبه القبائل على اولمبي شلف او العكس بالعكس، لكن فريق شبيبه القبائل عرف كيفاش يستغل الفرصه عن طريق اماوش ويفاجئ بذلك اولمبي شلف، نظرا ربما كما قلت لنقص التجربه ونقص الخبره عند عناصر أو بعض الشبان من تشكيلة أولمبي شلف.